مساء الخير. ما تعدى منسوب مياه بحيرة القرعون السنة 60 مليون متر مكعب من أصل 222 مليون متر مكعب بالسنين الماضية. بهالأيام تراجع المنسوب لما دون 50 مليون متر مكعب، مما أدى إلى نضوب المياه بعشرات الينابيع المنتشرة بالقرى والمناطق السهلية، وبالتالي إلى انخفاض معدلات إنتاج الكهرباء. وتأثيرات السلبية طالت القطاع الزراعي، حيث توقفت عملية ري السهول الزراعية وحركة المراكب السياحية وصيد السمك بالبحيرة. بالعودة إلى طقسنا، أجواء صيفية حارة مستقرة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وممكن يتخللها بعض الأمطار الليلية ببعض المناطق. الحرارة مرتفعة نهاراً، رطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة والبحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة 130 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة، ولبكرة طقسنا غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، وممكن نشهد بعض الأمطار خلال الفترة المسائية. نبقى هلا بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 23، على المرتفع 18، بالبقع 14، والأرز 9، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية: 28 ببين ورحبة 27، كفيفان 30، الدورة 31، بيت الدين 28، صور 28، بنت جبال 26، نبطية 24، زحلي 27، وبعلبك 28، الأرز 19، والهرمل 32 درجة. أما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و75%، حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 22 أقصها 32، نهار التنين بتتراوح بين 22 و31، والتلاتة بين 21 و30. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية: بغداد 41، الكويت 44، عمان 27، الجزائر 33، وباريس 23. وهيدا كان كل شيء. باي.